السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن دكير. غادي نشوف الآن إن شاء الله الشرح ديال فريزر فيرب running to. running to مثال: guess who I ran into this morning. يعني افترض شكون I ran into this morning، اللي تلاقيت معاه بالصدفة هذا الصباح. يعني ران انتو هي يعني باي اكسيدنت، يعني باي تشانس، يعني بالصدفة. اوكي، يعني انت غادي وتلاقيتي مع شي واحد. اوكي، دونك هذا هو الشرح بكل بساطة ديال ران انتو. guess who I ran into this morning. تنتمنى بأن هذا المثال يترسخ في الذهن ديالكم مع هاد فريزل فيرب باش يبقى دائما الاستعمال سليم. Donc, guess who I ran into this morning. والسلام عليكم ورحمة الله.